من السهل إمامة الناس في الصلاة في المسجد، لكن الأصعب أن تحمل المسجد وتخرج به إلى الناس. بهذه الكلمات بدأ إمام مسجد قاضي مهمت السيد مصطفى أردم كلامه معنا. فقد عقد أردم العزم منذ نقله إلى إسطنبول عام 2002 على توسيع أهداف ووسائل ودور المسجد في حياة أبناء حي قاسم باشا في إسطنبول. فبدأ أول ما بدأ بتنويع وتجميل دورات تحفيظ القرآن الكريم لتصبح ممتعة وجاذبة للأطفال. النهوض بالإنسان أمر مهم جدا، فأطفال اليوم هم رجال الغد. هؤلاء الأطفال يشاركوننا محيطنا ومجالنا، يعيشون معنا. نريدهم أن يحبوا الإمام والمسجد والدين وأن نفتح لهم آفاقا جديدة. هدفنا الأساسي هو أن نستمر في مجهوداتنا مع هؤلاء الأطفال وأن نحثهم على تبني أهداف سامية لأنفسهم دائما. بدأت أنشطة المسجد وفعالياته بالنمو والإزدياد، فضمت أنشطة رياضية مثل كرة القدم وتنس الطاولة، وأنشطة ثقافية مثل المحاضرات المسجدية وزيارة المعارض، وأنشطة فنية مثل التمثيل المسرحي وتعليم فن الأيبرو، وأنشطة اجتماعية كزيارة دور المسنين وحضانات الأطفال، وفعاليات ترفيهية كالرحلات وغيرها، غير أن واحدا منها كان جديداً وغريباً تماماً على أنشطة المسجد حين أنشأ الإمام مصطفى فرقة موسيقية من الأطفال رواد المسجد بإشراف الحافظ لكتاب الله يوسف بلكيل. بالنسبة لاسم المجموعة فقد اختارته المجموعة ككل بعد أن كنت قد شرحت لهم قليلاً، جلسنا معاً واخترناه معاً. في القرآن الكريم في الآية 29 من سورة السجدة يقول الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. أردنا أن تكون كلمة نفخة إلهاما ونفسا للمجموعة، إلهام من الله وعزيمة على المواصلة، لذلك اخترنا الاسم. شكرا جزيلا لاستماعكم، نسلم على إخواننا العرب. تعزف فرقة نفخة وتنشد المدائح النبوية والأناشيد الروحانية إضافة إلى بعض الأغاني التراثية التركية، ولا تخفي أن أحد أهم أهدافها هو إبعاد الأطفال عن العادات السيئة. هو الفهم المستجد للمسجد ودوره الشمولي في حياة الفرد والمجتمع، ونموذج يحمله إمام مسجد ليقول للناس: المسجد مؤسسة حاضنة لجيل اليوم والمستقبل.